أول شيء بدي أشكركم so much على support وعلى الدعم وعلى كل شيء وعلى الجمل والمسجز اللي كتير حلوين وعلى الأسئلة اللي كتير بتطرحوا لي هون. فقررت بهالفيديو جاوب على كم سؤال وإن شاء الله خير. رح بلش بأول سؤال سألتني أدودو 13. شو أحلى performance عملتيها بستارك بالنسبة لي؟ بالنسبة لي أحلى performance كانت We Will Rock You، لأنه حسيت رأسي كان حلو فيه والمغنى كمان كان كل شيء هيك حلو ومهضوم. تاني سؤال ليا كي إيتش، شو مشاريعك بعد ستارك؟ بعد ستارك أكيد بدي أشتغل على حالي أكتر، لأنه أنا طموحي يصير professional singer and dancer. أكيد بدي أعمل فوكاليزم، بدي مرن صوتي، بدي إنه أحب أتعلم موسيقى، أحب هيك أتسقف بالموسيقى وكل شيء. At Nasreen 2015 مابل فيك تغني make you feel my love لأدل؟ Of course حبيبي. يلا. When the rain's blowing in your face and the whole world is on your case, I could offer you a warm embrace to make you feel my love. When the evening shadows and the stars appear and there is no one there to dry your tears, and I could hold you for a million years to make you feel my love. I know you haven't made your mind up yet, but I would never do you wrong. I've known it from the moment that we met. No doubt in my mind where you belong. عن جد بدي أقول thank you so much for support وكل شيء. وبوعدكم كل جمعة رح نزل فيديو أنا على يوتيوب و to keep in touch with you. Love you guys so much. Bye. اليوم ما بال حسيتها أريح من نهار الجمعة بالبرايم. منقت غنية هي بترتاح لها، مش كتير معروفة بس هي مرتاحت لها، حافظت على اللحن، قدرت تركز أكتر من العادة، ما ظهرت من التوناليتي أو من الغنية. العاليين أصلاً ما كانوا كتير عاليين بالغنية، سو كانت مرتاحة فيه ومبينة أنه شغلتها على رواق للغنية. لازم تنتبه بعد على النزال يلي هو بالصوت الايجو، يعني بالنوتات العاليين عم بيطلع نزال، عم بتسكر التم، واكيد بعدها عم بتشد، واكيد انه صوتها بده كتير شغل، بس ما بين عم بتركز وعم بتجرب تعمل اللي فيها، ولكن بعدها صغيره وان شاء الله مع الوقت ومع الصفوف المكثفه اللي عم تاخذهم تقدر تطبقهم مثل ما بلشت تعمل اليوم. ما بال عندها طموح اكثر ما بنتصور، اذا بهالعمر هيك بس عند الرقص سابق الصوت. بالصوت هذا الماكسيموم بتقدر تعطيه بالأكاديمي، يعني لأنه نحن مرقنا على النص وأكتر شوي وبعد في شوي وشغل مبال، بس تظهر من الأكاديمي تيوصل الصوت بسويت الرقص وبده سنتين شغل. هلأ مبال في شغلة، هلأ هي طالعة عارفة حالة أنه بعد ما عم تقدر تطال النوتات مزبوط، بس تعصن هيك أكيد عم بيجوا نزال مثل العادة. إيه وبعدين أصلاً لعبت دور ذكاء أنه دغري ختمت الغنية سوفي تريكور، إيه لأنه عرفت ما قدراني تكملها، ترجع تاخد جملة تانية وبدها تطلع بدها توقع بزيت الفخ. ما في شك انه بالنسبه لهالعمر الصغير هالبنت حاربت، عم تحارب من اول ما فاتت، عم تحارب لحتى تكون. والبرهان انه نحن اليوم صرنا عاملين كم برايم ورايحين على البرايم العاشر وهي بعدها معنا، هيدي كلها من اصرارها، من محاربتها، من محاوله تغطيه هالصوت الصغير اللي بعده عندها، يمكن بسبب عمرها، يمكن بسبب قله الخبره، بأشياء تانية، بطموح، برقص، بحضور. عم حس أنا أوقات إنه لما عم بتفوت على الإيفال أو على البرايم ما عم تعطيني، يعني ما عم بتفاجئني مثل ما الباقيين عم بيعملوا، يعني على طول بعرف
قديش رح تعطيني، لانه هالقد عندها صوت، وخصوصا انه الايفال هون ما في رقص ما في حضور، فيها صوت اكثر شيء. حلوه فكرتها انه بترد على السؤالات وكذا، بس لما غنيت رجعت شفت مابيليا اللي بشوفها من 10 أسابيع، يعني زيت الشيء، زيت الصوت الصغير، نوعيه الاغاني اللي بتاخدها. انا بحس انه ما بال هلأ صار عليها شغل أكبر بكتير لحتى توصل لرفقاتها. كان قبل هالقد، يمكن هلأ صار لازم تعمل هالقد، وهذا شيء متعب لها، بس بعدها عم بتكافح، وهذا شيء بحترم عليه أنا لهالبنت كتير. بالنسبة لنا ما بال، يعني بدي أقول شغلة، مش إنه هي مش عم تتطور، حرام، البنت عم تتطور، ولكن ببطء كتير بالنسبة لغيرها، لأنه أساساً كان صوتها أصغر بكتير من غيرها. يعني وقت، يعني من بعد ما بلشت مبال بصراحة مني متوقعة أنا توصل للبرايم العاشر، يعني يعني دائماً نحسها عصص نقطة وتزمط تزمط، أوقات من الإيفال، أوقات بالبرفورمنس تبع البرايم، أوقات في مرة ما زمطت حطت نوميني، يعني عطول مبال حداً أقل ثبات من غيره. هلأ بالصف، لأنه أنا بدي أحكي كمان على الصف بالنسبة لنا، عم تعمل جهد، بس بضلون أفكارها أو يعني بضل كل شيء أصغر من الباقيين. سي نورمال، يعني هذا شيء كتير طبيعي كونها هي بالعمر أصغر، كونها تجربتها بالحياة أصغر، وكونها بترقص هي مرتاحة مع جسمها، بس ما بتعرف دايما تترجم هيدا الشيء بالمسرح، بالأفكار، بالتمثيل. يعني التمثيل بيساعد الرقص، والرقص بيساعد التمثيل، بس ما في واثنيناتهم بيساعدوا الغناء. بس ما فينا نجي نقول أو ننكر إنه برنامج ستار أكاديمي مش أول شيء هو الصوت. يعني يعني إذا بدنا نفكر فعليا إنه أول شيء بدنا نطلع على الصوت. هلأ فكرة إنه جاي ترد على أسئلة ذكية، منيحة الفكرة، ولكن نرجع لقصة إنه الجواب. أنا أحلى غنية غنيتها هي We Will Rock You، لأنه حسيت إنه كل شيء عملته منيح. طب ما هي We Will Rock You كانت غنية أول برايم، معقولة ما تفكر إنه قديش هالغنية مهمة لإلها لأنه أول مرة بتغني ببرايم؟ يعني بنرجع على طريقة التفكير الولدية. يعني هي اليوم We Will Rock You هي محطة بمسيرتها، هي أول مرة بتطلع على ستيج، أول غنية بتغنيها، أول غنية نحن كلنا جوري رقصنا عليها. يعني هي We Will Rock You هي حالة بأول برايم، هيدي شغلة. مثلا لما ننطلب منها تغني كمان منحسها عم بتغني قليل، مثل كأنه أنه مش مسترجية تروح لأبعد. ودايما بالنسبة للصوت العالي اوريدي مش كتير عالي، والواطي انجأ بنسمعه، وهذا الشيء بيطبق على الكلام. يعني الكلام انجأ بفهم، على العالي بفهمه، على الواطي ما بعود افهم ولا كلمه اوقات وقت تغني، حتى في احرف بيختفوا على الواطي. فهون عندنا مشكله لفظ، واللفظ كمان انا بوجهها عندي بالتمثيل. يعني كمان ما بال باللفظ هيدا له علاقه كمان بالتمثيل، فبالتالي بدها لازم تنمى ما باله ويكبر كل شيء على كل الأصعدة بنفس الوقت، وهذا شيء بده وقت. هلأ ناطرين تنشوف الباقيين وبنرجع منقارن، بس عامة بعدها أضعف من غيرها. أنا امبارح قلت لها بالصف ما بال أنه أهم شيء بالموسيقى أو المغني هو دينته. يعني الموسيقى اللي دينته ما بتكون فعلا قوية ومهمة، قصدي بدينته انه يلتقط الاصوات ويكون قادر فعلا يسيطر على الطبقه، ويكون عم يسمع كل شيء فعلا ممكن يخليه يغني منيح. مشكلتها المبال هي بدينتها، يعني ما بتقدر مزبوط تلقط الطبقه كل الوقت، ما عندها بعد هيدا، يعني ما قدرت تصير ناضجه بسمعها وبالتقاطها لكل شيء تقدر فعلا هي تسمعنا شيء حلو، بالاضافه اكيد للامكانيات الصوتيه الموجوده اللي هيدي بتبقى موهبه من الله. أنا نصحت المبال إن بقيت معنا أو فلت أو من هي كلهم رح يرجعوا يتركوا ويفلوا، إنه قد ما فيها تشتغل على إنه تنمي سمعها وتنمي دينتها، لأن هو رح يكون الميزان تبعها يلي بيساعدها تغني أحسن بالمستقبل وتطور قدراتها الصوتية أكثر.